اخر مره تعملي كده؟ ما انت ما تستفزنيش وبعدين تتوقع ان انا اخر مره. ما تستفزنيش يا هشام، انا عايزه اتكلم. ايه بقى الرقبه يا مجنون؟ والله مجنونه انت. مجنونه؟ اه مجنونه، وستين مجنونه كمان. انا مجنونه؟ طيب سيبي له بقى، اوريك الجنان اللي بجد. يلا بقى انا هوريك الناس المجانين بيعملوا ايه. اهو اهو اهو، بلاش هبل بقى. لا لا هبل بقى، مفيش ايه اخبار. طب اهو اهو انا بقى هوريك المجنونه دي بتعمل ايه. بس وادي بقى الموبايل اللي انت بتسمعه. لا دي لا دي كان هيتكسر لو غيرت حظي. انا كمان ممكن بعرف اكسر حاجات. وادي يا هشام. واه انا خلاص هشام مش دي. بطل الكراسه بتاعتك يا هشام. مش دي يا هشام، حرام عليك. جنان بجنان دي دي جنان جنان بجنان. انا متحسس من هنا ورايح. انت اتهبلت بقى شكلك. لا 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 مش ريح طلبة. متى مجنون؟ فهمت طلبة بتاعك؟ طلبة هو ده بارد؟ مش ريح طلبة. يا متكلمة روما عليك بجد تجارة الشيخة. بس بس يا هشام اوعى يا هشام. قوم بس يا هشام. بس يا هشام بتعمل ايه؟ بس يا هشام. بس يلا اهو يلا وريني هتحركي ازاي؟ قوم يا هشام. اه حتى مش ريبلاي هو لايك. كلمني بجد؟ اه لا لا سخيف ليفل جديد. هشام ردي على هشام. ايه يا حبيبي؟